ريادة صحية شاملة يسعى لها مستشفى الجامعة بالشارقة لتكون من كبريات المستشفيات على مستوى الشرق الأوسط، وذلك عبر تقديم كافة الخدمات الطبية المتخصصة بالدولة ومنطقة الخليج وفقا لأحدث المعايير العالمية. تقريرنا التالي يستعرض أبرز أقسام هذا المستشفى ويسلط الضوء على حدث طبي رائد من نوعه. هنا في المدينة الجامعية بإمارة الشارقة ليس كل شيء يتعلق بالتعليم الأكاديمي فقط، فنحن أمام هذا الصرح العملاق الذي جاء تعبيرا عن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الرعاية الطبية بالإمارة. إنه مستشفى الجامعة بالشارقة الذي يتميز بوجود مراكز عدة في تخصصات طبية تقدم خدمات شاملة ومتكاملة للمرضى على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه المستشفى تحتوي على 220 سرير، أحدث غرف العمليات، الحديث في التكنولوجيا، وحدات تخصصية ومراكز تخصصية في القلب والجراحات المناظير والأوعية الدموية والأطفال وجراحات الأطفال، تقريبا كافة التخصصات على أعلى المستويات. في جولة أخبار الدار بهذا الصرح الطبي العريق وجدنا ما يستدعي الوقوف عليه كثيرا، أنه هذا المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن استقطاب البروفيسور محمد زايد صاحب براءات الاختراع في الآلات الجراحية والمناظير التي تستخدم عالميا، والذي انضم إلى أسرة مستشفى الجامعة بالشارقة لتقديم أحدث ما يمكن تقديمه بالتقنيات الطبية الخاصة بجراحة المرأة عبر المناظير. أنا بحب أطمن أنه الإمكانيات المتاحة النهاردة في هذا المستشفى الجامعي لا تقل على الإطلاق من الإمكانيات اللي موجودة في أعلى مستوى طبي موجود في الخارج، لأن أنا بزور دايما المستشفيات الخارجية وبأؤكد أن كل الجراحات التي ممكن أنه كان بيتم السفر إليها أيا كانت هذه الجراحات تتم في هذه المستشفى بنفس القدرة وبنفس الإمكانيات دون العناء ولا التعب، ويتأكدوا أن العناية الطبية هتبقى فائقة. مستشفى الجامعة الحمد لله نجحت في استقطاب كثير من الكفاءات في معظم التخصصات، والآن حديثا استقطبنا أحد الكفاءات العالمية اللي هو بروفيسور محمد زايد استشاري في أمراض النساء، وهو يعني ليس استشاري فقط عادي بأمراض النساء، وإنما أيضا عنده خبرة بسنوات عديدة بجراحة المناظير. إذن لا حاجة للعلاج خارج الدولة، خاصة إذا كان الأمر متعلقا بجراحة المرأة، فهذا المركز المتخصص بأمراض النساء والولادة أصبح العنوان الأبرز في مستشفى الجامعة بالشارقة عبر استخدام جراحة المناظير التي تتميز بالدقة الشديدة، كما ويمكن للمرضى المواطنين والمقيمين على حد سواء الاستفادة من خدمات المستشفى الذي يلبي كافة الاحتياجات الصحية. ليستحق مستشفى الجامعة بالشارقة أن يرتبط بمجموعة من المراكز الطبية العالمية التي تتعاون معه لينشر هذا المكان عناية صحية متميزة مصحوبة بقطرات الندى الفواحة في ورود إمارة الشارقة.